أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في الحلقة رقم 19 من برنامج مدرس عدوة. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية اللي يتابعونا واللي إحنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. هيكون معانا النهاردة جنرال اللغة الإنجليزية مستر نبيل بكير، واللي هيشرح لنا Active and Passive Voice in the Past Form. أهلا بيك مستر نبيل. أنا حبيب قلبي، صباح الخير يا صباح دكتور. الخير. صباح الخير، صباح الخير على كل طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي. صباح الخير يا جنرال. صباح الفل. حضرتك النهارده أنا عرفت كده مستر أحمد الأكتف والباسف في الماضي. إن شاء الله. إن شاء الله حلقة موفقة وجميلة كالعادة. ربنا يخليك. اتفضل. أوكي. أكتف. And passive voice في البوست. بداية يعني ايه اكتف اند ايه باسيف؟ مستر محمد منصور تكرم طبعا وشرح الكلام ده في الحلقة الماضية، فاحنا هنكمل على شرح المستر طبعا، هو راجل عمل كفرنج جامد جدا جدا لليونت، وهنكمل يعني ايه اكتف باسيف. معروف طبعا اكتف يعني it is necessary who does the action. ده الاكتف. it is necessary who does the action، ضروري جدا اقول مين اللي عمل اكشن، مين اللي قام بالحدث، مين اللي قام بالحدث. for example مثلا علي open the door. It is necessary to say that the action. Who opened the door? علي. مظبوط. The active. The passive. It is not necessary. Who does the action? مش مهم اقول مين اللي عمل الحدث ده، باسف مجهول. احنا قلنا انا علي اوبن ذا دور، اي كان سي ذا دور واز اوبند. it did not necessary to say that action. it is not necessary to say by علي. يبقى ذا دور was opened. معنى الكلام ده الباسف تكوينه اساسي اوبجكت فيرب تو بي، حسب زمن الجمله اللي عندي تصريف ذات الفعل. باي كذا دي مش مهم، يعني ببدا بالاوبجكت. لما بدات هنا ذا دور جبت فيرب تو بي حسب زمن الجمله باست سيمبل واز تصريف ذات الفعل اوبن اوبن. ذا دور واز اوبن باي علي. بس قبل ما نخش في الازمنه في مجموعه افعال اسمها الانترانسيتيف فيربس، الافعال اللي هي اللازمه الغير متعديه دي كان نيفر بي يوزد ان باسيف. فدي مهمة جدا جدا الانترانسيتيف فيربز. كانت بي يوزد ان باسيف فورمز. الانترانسيتيف فيربز يعني افعال لازمة يعني ما بيجيش وراها اوبجكت. شرط اساسي بالنسبه للباسيف لازم يبقى فيه اوبجكت فيرب تو بي تصريف ذات الفعل. تمام. الافعال دي اللي يمكن تتبع باوبجكت. فور اكزامبل مثلا فول بريك داون. ران اوت. داي اوت. ابير. هابن. تيك اوف. الى اخره. لو بتبص يا مستر هتلاقي هنا الافعال دي ما تجيش ورا اوبجكت اساسا. فعل فول يسقط. يسقط بنفسه. مفيش اوبجكت. بريك داون يتعطل. يتعطل بنفسه. ران اوت. ينفذ. ينفذ بنفسه. داي اوت. ينقرض. ينقرض. ابير. يظهر. هابن. يحدث. يحدث. تيك اوف. تقلع. تقلع. الافعال دي كان نيفر بيوزد ان باسيف.
بتعمل كونفيوجن للطلبه شويه، يعني مثلا زي المثال ده مثلا everything happened كده. لازم احفظ الافعال دي ولا اخد طبعًا. بالي ان الفعل اللي هو انا هو صاحبه هو اللي اسقط نفسه. تمام تمام. هو في افعال دي مشهوره جدا جدا، يعني معظم الطلبه عارفينها اساسا، فلازم اعرف ان الطالب ده هل ده ترانسيتيف فيرب ولا ان ترانسيتيف فيرب، هل فعل لازم ولا متعدي. ما هو من شروط الباسيف لازم يبقى فيه اوبجكت. تمام. مش هيبقى فيه اوبجكت، يمكن تحاول الباسيف تخدع الطلبه، بيبقى بادئ بالاوبجكت فعلا لكن مش هيبقى باسيف. تمام. فور اكزامبل مثلا ايفري ثينج ويلي ويلي نيلي نمبر ايه هابن نمبر بي واز هابن نمبر سي هاد بن هابن نمبر دي از happened. الطالب هيلاقي الجمله بدأ بالاوبجكت ممكن يتلخبط فيها. everything happened willy nilly was happened willy nilly had been happened willy nilly is happened willy nilly. what is the meaning of willy nilly انا اللي I will ask you what is the meaning of willy nilly. انا I suppose that you are a student. Now you are a student. Now you are not Mr. Ahmed Saeed. Willy Nelly. Spontaneous دي. انزل بالترجمة. بطريقة عشوائية يعني. بطريقة عشوائية. Willy Nelly. فيها روتيشن شوية. Willy Nelly. تمام. عشوائية وبطريقة عشوائية يعني. Everything happened or was happened or had been happened or is happened. Choose the correct answer. كل حاجة حصلت بشكل عشوائي. حصلت يعني مش حصلت. اه تمام. يبقى هابند بس. يبقى هابند. كل ده باسف. ووز هابند باسف. هاد بين هابند باسف. از هابند باسف. تمام. الوحيد الاكتف هابند. لتر ايه. صحيح بادئ بالاوبجكت ايفري ثينج بس فعلا هابند ده معناه يحدث مش يحدث فاهمني؟ يبقى ذا كوركت انسر لتر ايه. نظر اكزامبل. ماي انكلز فيلا. الفيروس انتشر علينا ولا ايه؟ الفيروس انتشر؟ last year number A was collapsed number B is collapsed number C has been collapsed number D collapsed. My uncle's villa, الفيلا بتاعت عمه يعني last year was collapsed. الفعل collapsed بمعنى ينهار. اي ينهار. was collapsed ولا is collapsed ولا has been collapsed ولا collapsed last year. فعل collapse. collapse برضه من الافعال اللي لازم. فعل لازم يجيش وراه object نهائي. يبقى الاجابه ذا لاست one. ذا لاست one. يبقى ذا فيرست one, ذا سكند, ذا ثيرد كل دول passive. passive. was collapsed, is collapsed, has been collapsed. كل دول passive مش هينفع. كولابست. رسالة أخيرة على الموضوع ده عشان الموضوع ده مهم أصلاً. ماي كار عموماً تجو نمبر إيه بروكن بروك داون نمبر بي واز broken down number C has been broken down number D is broken down. نفس الفكرة بالظبط كده. my car امونتو بزامل past simple. عربيتي تعطلت من ايه؟ عربيتي تعطلت
باي اتسلف مش باي سمون ايلس. تمام. يبقى انترستد فيرب يبقى كان نيفر بيوزد ان باسيف. بروك داون ولا واز بروكن داون هاز بين بروكن داون از بروكن داون. هنستبعد الثلاثه. هنستبعد الثلاثه انت هتاكل لهم باسيف. ذا فيرست وان بروك داون. نطلع بقى من نقطه النقطه الثانيه. اوكي. ده كان باس سمبل. خش على الباس بيرفكت. عايز تركيز. الباس بيرفكت اصلا بيكمل هاد والبي يعني ده الباس بيرفكت. هناخد امثله على الباس بيرفكت. التكوينه اصلا بيكمل هاد بلس بي بي. في الباسيف هيبقى فيه اوبجكت هاد فيرب تو بي اللي هو بن ثم التصريف الثالث. فور اكزامبل مثلا افتر The letter had written has been written written had been written I posted it. After the letter امشي اركز في الجمله هل بادئ بالاوبجكت ولا بادئ بالسبجكت. مظبوط. بادئ بالاوبجكت يبقى هركز على الباسيف. بادئ بالسبجكت هركز على الاكتف. تمام. After the letter I think that the letter that it is an object مفعول. بعد ما الخطاب. بعد ما الخطاب written كتب. كتب نفسه. ولا has been written كتب. written had been written I posted it. تمام. هناخد باست بيرفكت في الباسيف. تمام. لان الليتر هنا يعتبر اصلا انا عندي اثنين باسيف هنا هاد بير ريتن وهاز بير ريتن. ويتش وان از كوريكت؟ احنا عندنا افتر اصلا بيجي بعدها ماضي تام. ما هو شرط يجيب ماضي تام. هو هنا القاعده مختلفه. هو انا ماضي تام عشان الثانيه باست سيمبل. طب ما هو مش موجود. انت حضرتك دلوقتي بتفرق بين اي بوست. ما انا هدي امثله دلوقتي ان انا مش شرط الطالب لازم يختار بعد افتر باست بيرفكت الا اذا بص على الفعل الثاني. بتاع الجمله الثانيه. بتاع الجمله الثانيه. طب ماشي. ما انا قصدي بص تمام السكند اكشن باص سيمبل ماضي تام وبعد الناحيه الثانيه ماضي بسيط. الفيرست اكشن باص بيرفكت. يس. اللي هو هاد وبين وتصريف تام. تمام هاد بالريتن. لكن انا ممكن اخد بعد شويه هاز بالريتن بس هعمل الجمله الثانيه. اعمل موديفيكيشن في الجمله الثانيه. تمام. يعني انا افتر ذا ليتر هاد بالريتن اي بوستد ات او ات واز بوستد. تمام. وين اي سي افتر ذا ليتر had written has been written written had been written I will post it. انا عملت تشينج هنا في الجمله. غيرت التنس زمن التاني. بدل الباست بقى فيوتشر. تمام ده فيوتشر. تمام. يا محتاج بريزنت يا سمبل يا بيرفكت. مظبوط. يبقى مش نافع هنا هاد بين ريتن. تبقى هاز بين ريتن. تمام يبقى افتر ذا ليتر هاز بين ريتن اي ويل بوست ات. يبقى انا هبص على الفعل اللي في الجمله الثانيه. الجمله الثانيه. تمام. لان اصلا الافتر بيفور وين انتل ممكن يجيب بعدهم باست بيرفكت تاني باست سمبل. ممكن باست سمبل باست سمبل. تمام. ممكن بريزنت بيرفكت وفيوتشر سمبل. ممكن بريزنت سمبل وفيوتشر سمبل. تمام. فلازم ابص على الجمله الثانيه. يعني انا اخترت هنا after the letter has been written بناء على ان انا I posted it. After the letter has been written بناء على ان انا I will post it. Yes. I can also say after the letter had been written has written is written writing I will post it after the letter had been written has written is written writing I will post it. طبعا انا هناخد is written. تمام. يبقى انا ممكن ابص للجمله الثانيه في future simple اهو. يبقى في بعد after يا present perfect
هي بريزنت سيمبل. مظبوط. ما اقدرش احط لك كده هاز بين ريتن ولا بوث اوف ذيم ار كوركت. تمام. يبقى مش شرط افتر باس بيرفكت. خلاص؟ يبقى افتر ذا ليتر از ريتن. اي ويل بوست ات اور ات ويل بي بوستد. تمام. اوكي؟ انذر اكزامبل. The police had been informed where informed is informed. Are informed of the crime soon after it was committed. مهم قوي في الموضوع ده برضه بتاع الباست بيرفكت اعرف سكند اكشن وفيرست اكشن. فيرست اكشن غالبا باست بيرفكت والسكند اكشن باست سيمبل، واحيانا بيبقى الفيرست اكشن باست سيمبل برضو. تمام. حسب معنى الجمله. يعني انا بقول انا ذا بوليس هاد بين انفورمد، البوليس اخبر ولا ويل انفورمد اخبر برضو انفورمد ولا ار انفورمد اوف ذا كرايم بعد ارتكاب الجريمه افتر ات واز كوميت بعد ما ارتكبت. اها. فين الفيرست اكشن هنا؟ طبعا ارتكبت الجريمه الاول. يبقى الكرايم واز كوميتد فيرست. تمام. زين ذا بوليس were informed. مظبوط. الطالب بقى لو حافظ قاعده هيقف ويختار يختار هنا had been informed. ولازم يفهم معنى الجمله نفسها. لازم يفهم معنى الجمله عشان يعرف ايه اللي ابتدى. لازم اركز على معنى الجمله لان بعد الجرام دلوقتي حاليا معظمه ما بقاش فيه رولز الميننج بتاع الجمله. تمام. يعني انا ذا بوليس were informed يعني ذا بوليس secondly were informed. But first the crime was committed. تمام. Then the police were informed. Then that it is the second action وبالتالي هو باص سيمبل. They were informed. مش had been informed. ماشي؟ جميل. ما زلنا برضه في الباست بيرفكت في حته مهمه جدا فيه. في حاجه اسمها كده alternative بديل لكلمه after. حاجه اسمها having. after. كل ده تراكمي لان كل الكلام ده اتشرح في يونت 1 و 2 و 3 و 4. تمام. يعني انا having ممكن استعملها كبديل بعدين بيبي بس كبديل لكلمه after. ده الكلام ده في الاكتف. طب لو باسف يعني انا بجيب بعد هافنج البيبي ايكوال افتر، لكن لو باسف لازم هافنج بن. تمام. والبيبي يعني دي كده اكتف. ممكن ما اجيبش افتر خالص، يجيب لك هافنج هافنج بلس بن بلس بيبي، ده كده باسف. هعرف بقى اكتف ولا باسف زي ما اتفقنا. الاكتف بيبدأ بالسبجكت، الباسف بيبدأ بالاوبجكت. مظبوط. فور اكزامبل مثلا هنكتب سليم ونعمل كومباريزون ومقارنه بين الجملتين. having been done having done was done doing his homework he slept. الجملة الثانية having invited having been invited having been invited having invited to the party I couldn't refuse. I couldn't refuse. عايزين نعمل مقارنة بالجملتين دول. أنهو active وأنهو passive. Number one, having been done, having done, having was done, having doing his homework, he slept. Number two, having invited, having be invited, having been invited, having inviting to the party, I couldn't refuse. The first one هتبقى active. Active. لأن الهوم ورك هنا هو الأوبجكت. اوكي
تمام؟ يبقى نقول having done. having done. لأن لو قلنا having been done يبقى هو اللي اتعمل. تمام مظبوط. having done his homework بعد ما عمل homework بتاعه. يعني دي معناها after doing his homework after he had done his homework. مظبوط. دي الجملة دي اكتف. بعد ما عمل homework بتاعه راح نام. ده هو اللي عمل homework. تمام. الhomework هنا الأوبجكت ورا. يبقى having done. But the second sentence having invited. Having been invited, having been invited, inviting to the party, I couldn't refuse. هنا the second one هتبقى في الباسف فورم لأن بعد ما تم دعوته للحفلة. تمام بعد أن دعي. And I can never invite myself. تمام. And I must be invited by someone else. تمام. يبقى هنا موقعه مفعول في الأول. Object. مهم قوي. تمام. قوي قوي كمان. يبقى having been invited يعني يعني after I had been invited. After being invited. تمام. By someone else to the party I couldn't مدرتش ارفض الدعوه فاهمني؟ مظبوط. مثال تاني يبقى نمبر 1 done the active active نمبر 2 been invited the passive having having met been met be met meeting coldly he was or he felt said having met having been met having been met having meeting coldly he felt said هي having جنب معنى after having met بعد ان قابل ولا بعد ان قبل ببرود بعد ان قبل قبل ببرود مشي هو by someone else having met having been met having been met having meeting coldly he felt sad the second one the second one فيها كل الشروط تمام having بعدها been بعدها تصريف ذات الفعل passive voice مظبوط having been met اوكي تدينا مثال تاني ولا حالة تانية؟ ذات انا بخش على حاجة تانية بقى تمام حالة أصعب؟ حالة مهمة قوي تمام قوي هناخد حالات الأول العادية الأول بتاعتنا كده والتركات بقى شوية تمام يعني مثلا هناخد حاجة على البريزنت بيرفكت المضارع التام بس انا لقيت المستر ما اتكلمش على البريزنت بيرفكت تمام ايوه اي البريزنت بيرفكت هو بيكون من هاف او هاز ويل بي بي ده كده اكتف في الباسيف بقى في اوبجكت هاف او هاز بن ويل بي بي يعني بياخد بن زي الباست بيرفكت بس ده بريزنت بيرفكت مظبوط يعني فور اكزامبل كل الكلام ده الكلام ده يعني تراكمي على الكلام ده بتاخد في يونت 1 و 2 و 3 و 4 نمبر 1 she is taught she has taught she has been taught she taught how to cook how to cook since four series انا استفيد منها كباسيف استفيد منها كبريزنت بيرفكت يعني الفرق بين فور وسينس she is taught has taught has been taught taught how to cook since four series ago كان سواء since او four من علامات البريزنت بيرفكت مظبوط خلينا الاول في ناخد اللي هي اكتف ولا باسيف اعتقد انها باسيف تمام هي علمت اتعلمت ازاي تطبخ علمت باي هير ماذر باي سامون إلسا تمام شي ستون سنس لها قاعده اصلا شرحت في يونت 2 سنس بعديها باست سيمبل والتاني بريزنت بيرفكت مظبوط ولو لو لو فعل واحد بس يبقى بريزنت بيرفكت يا ترى شيء استوت ولا هاز توت ولا هاز بين توت استوت ده بريزنت سيمبل مستبعد تمام هاز توت ده مضارع هي اللي علمت لا هي علمت
has been taught I think that it is the correct one. taught هي علمه برضه لا هي علمت how to cook لازم اقول has been يبقى she has been taught مظبوط she has been taught يا ترى بقى since ولا 4 3 years ago حكمنا بقى 3 years الله عليك يا مستر والله فور سيريز على فكره انا بجاوب بس. على فكره في هنا كده لا الله يكرمك لا كده كده لا والله بجد فور سيريز بس اي كانت سي سينس 3 ييرز اجو مظبوط فور اير بس اي كانت سي سينس اير اجو تمام فور تو ييرز سينس 2 ييرز اجو طالما في اجو بعد مش تنفع فور مظبوط هيزولك على فكره تيك يور تايم لا مش عايزه نقولها بالصدفه احسن جود نيوز has just received has been just received have just been received has just been received about here just برضو بكلمات الدالة على present perfect good news has just received well has just has been just received has just been received has just been received about here طبعا الجملة برضو في الـ في الـ passive form عشان بدأ بـ good news هل news countable ولا uncountable noun بتعامل معاملة المفرد يبقى ان كان طمنون هتعمم مفرد يبقى استعملت هاف مظبوط عندي بقى هنا has just received has been just received have just been received has just been received تمام the last one دكتور فاتن الاخيره اكسلنت انت بتتكلم في ايه هو الدين قال ايه has just been received انا قلت ورا اكسلنت والله و has been just received مش انجلش هندي طبعا عشان just تيجي بالهاف just بالهاف وهاز اصل just دي ليها قاعده لوحدها ما ينفعش has just انت عايز تغلطني been received صباح الفل ناخد حاجه على الـ future perfect برضو وسيمبل ساعات امثله يعني سهله شويه كده ما هو انت سهل ايه؟ يعني حاسس الطالب اللي هو الوسط ده كده ان هو موجود معانا. ما هي انا عارفه ان حضرتك عايز كل ولاد مدرس على الهواء بيرفكت. لا ما هو المستر محمد ربنا يكرمه شرح كل الحاجات اللي هي أيوة اللي فيها اللي هي سمبل فايت جدا 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 الطالب استوعب. تمام خش على التريكس بقى ماشي؟ تمام لسه ما فيش تريكس لسه ما قلتش تريكس على فكره. انا عارفه لسه ما قلتش حاجه في تريكس. انا عارفه ان في حالات صعبه جايه. احنا لسه احنا بنكمل كده مثلا على الفيوتشر مثلا. عندك لو سيمبل يبقى اوبجكت ويل بي او شال ويل بي لو فيوتشر بيرفكت هيبقى اوبجكت اصل كل الكلام ده تراكمي كل الكلام ده اتشرح في يونت 1 و 2 3 و 4 هيبقى اوبجكت وبعد كده ويل هاف بن ويل بي انا بقى مش هشرح فيوتشر سيمبل ايه والفيوتشر بيرفكت ايه الطالب عارف الكلام ده كله يعني انا بقول انا اي هوب اويل ويل ريبليس ويل بي ريبليسد ويل هاف بين ريبليسد will have replaced by clean energy ولا مول انا I hope by 2040 oil will replace will be replaced will have been replaced
will have replaced. By clean energy. هنعمل الكومباريزون بالجملتين دول. طالب درس الكلام ده فيه في يونت 3. مظبوط. مستر خالد عبد الهادي. تمام. I hope oil will replace, will be replaced, will have been replaced, will have replaced by clean energy. ده فيوتشر عادي. ده فيوتشر سيمبل. تمام مظبوط. Hope, expect, think, suppose. الكلام ده كله بياخد فيوتشر سيمبل. تمام. أتمنى ان الاويل يستبدل بطاقه نظيفه يعني. تمام. هو مش هيستبدل نفسه ويل ريبليس. لا تمام. هو ويل بي ريبليس. يا ترى ويل بي ريبليس ولا ويل هاف بي ريبليس؟ ذا سكند وان ويل بي ريبليس. ذا سكند وان ده لسه بريدكشن في الفيوتشر. امل ان هو يستبدل. تمام. يبقى ويل بي ريبليس ده فيوتشر سيمبل. معروفه ان كلمه هوب والكلام ده اتشرح في يونت 3. تمام. كومبير بقى. اي هوب باي 2014 اتمنى بحلول عام 2040 الاويل ويل ريبليس ويل بي ريبليس ويل هاف بي ريبليس ويل هاف ريبليس باي كلين انرجي. هنا يبقى طبعا خلاص فيوتشر بيرفكت. الله عليك. لا 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 اسقفل نفسي بصراحه. لا هقول الاكشن كومبليتد. تمام. ده هنا اي هوب ان الاويل هنا لسه هيستبدل لكن باي 2040 خلاص وحدد ان انا خلاص هيكون الحدث كومبليت خلاص اند اندد. تمام. وباي وفتره زمنيه يعتبر من الحاجات اللي بتدل على فيوتشر بيرفكت. هتدل على فيوتشر بيرفكت. ما تحاولش انا جاوبت خالص. ما تحاولش. باي 2040 اويل ويل هاف بين ريبليسد باي باي كلين انرجي. ويل هاف بين ريبليسد. But when I say باي 2060 نيو سورسز اوف انرجي will use will be used will have been used will have used by 2060 بحلول 2060 new source of energy will use will be used, will have been used, will have used. Choose the correct answer. هنا باي 2060 دي من الحاجات اللي بتدل على الفيوتشر بيرفكت. تمام. بس هنا الحدث مش كومبليت. الله عليك الله عليك. شفت يبقى الاجابه؟ شفت. يبقى هناخد will be used. مذاكر. تمام. اكسلنت مستر احمد الله. اي طالب هيلاقي كده باي 2060 هيديها ويل يرزع على طول. لا مش ولا لا الحدث هيكون لسه قائم. الحدث هيستمر بعد 2060. تمام. مش هيكون مش هيبقى ستوبنج خلاص. يبقى لازم اكون فاهم المينينج بتاع الجمله. فاهمين يا جماعه؟ مظبوط. يبقى الاجابه انا باي 2060 نيو سورس اوف انرجي ويل بي يوزد. الله عليكم الله عليكم بجد النهارده متالقين. عايزين شهاده بقى. بقى. نطلع بقى بالفيوتشر بقى. نطلع من هنروح على الصعب ولا ايه؟ هنروح على فين؟ اللي جاي اسهل. متقلقين النهارده. يا مسهل. متقلقين النهارده. لو عندي جمله بقى باسيف زي دي بقى باسيف دي ركز فيها قوي قوي. حاضر. جمله بتبدا بالاوبجكت وبعديها ريفلكسيف برونون ضمير وصل زي هو زي ويتش زي ذات الى اخره اللي اتشرح في يونت 4. تمام. تمام. بعديها فيرب تو بي هو باسيف ثم التصريف. ثالث. احيانا بقى الراجل في الامتحان بيخدع ويعمل حذف لريت البرنامج ضمير الوصل دي طالب يقع فيها بياخد شويه دي بره الجمله كويس جدا جدا يعني انا ما هو يا الصيغه تبقى كامله كده هو او ويتش او ذات وبعدها فيرب تصريف ثالث الفعل يبقى كامله يا اما لو عمل حذف بيحذف الريت البرنامج بيحذف معاه فيرب تو بي اتفضل تصريف التالت بس فقط لا غير يعني لو عايز اعمل حذف هحذف ضمير وصل بيعمل له اوبتيكال اوليوشن تمام واحذف فيرب تو بي اتفضل التصريف التالت ده الكلام ده في الازمنه اللي هي السيمبل لكن في البيرفكت بقى هجيب لكم ناخد دي التكه الاول وناخد التكه الثانيه ماشي ماشي يعني انا بقول مثلا ذا بوك ريتن which written the
was written. Writing. Twenty years ago was made into a film. الكتاب اللي هو كتب من 20 سنة تحول لفيلم. جميل. الكتاب ده بس الكتاب ده بدأ الأوبجكت يعني جملة باسيف. The book written, the book which written was written writing 20 years ago was made into a film. تمام. لو هبص أول إجابة written ولا which written تنفع؟ which written مفيش في بعدها verb to be. ناقصة verb to be. ما تنفعش. يبقى مش تنفع. جميل. Was written دي بس في الماضي بس برضو ناقصة which. مظبوط. عشان دول two sentences. which was written المفروض تبقى. أنا ممكن أقول هنا ممكن أقول the book was written 20 years ago. تمام. لكن في الاخر بعد كده was made into a film يبقى two sentences جملتين كان في conjunction رابط لازم يبقى لازم في رابط تمام. فانا ادور على الجمله لازم ادور هل هي هي only one sentence ولا two sentences. تمام. دول two sentences ماشي. تمام. The book written which written was written writing 20 years ago was made into a film. كده هناخد the first one. تمام. The first one كان في لكن لو الجمله فيها the book which was written صح 100%. مظبوط. تمام. الجمله الثانيه حذف was. الجمله الثالثه حذف which. الاخيره مش تنفع الرايتنج دي الكلام ده في الاكتف مش في الباسيف. لا ذا بوك ريتن ريتن يس. انذر اكزامبل ذا ليتر سنت سندنج واز سنت السنت yesterday. مثال تاني the letter sent was sent is sent sending yesterday was of no importance. نعمل كومباريزون بجملتين عشان الطالب يفهم يعني ايه only one sentence ويعرف يعني ايه جملتين. جميل. يعني the letter sent sending was sent is sent yesterday. دي جملة واحدة في الباست. only one sentence. yesterday علامة الباست سيمبل يبقى the letter was sent. sent مش هتنفع طبعا sending دي gerund. sent the present symbol يبقى was sent. لكن بص الجمله الثانيه كده the letter sent was sent sent sending yesterday was of no importance ما كانش له اهميه. يبقى هنا sent ولا was sent ولا is sent ولا sending the first one the first one كانت اصل الجمله the letter which was sent. مظبوط. يبقى عملنا كومبارز عشان الطالب ما يتلخبطش برضه. دي only one sentence دي جملتين فيها two actions فاهمني؟ تمام. يبقى the letter was sent كانت the letter هنا sent sent. صعب اكتر كمان. في حاجات تانية برضو في حكاية الحذف ضمير وصل مهم قوي. يعني انا ممكن يبقى اوبجكت برضو انا ريت برونون عادي اللي هو هو او ويتش او الاخرية او ذات بس هنا هيبقى الزمن ده ده فيرب تو بي انا برضو والبي بي بس هنا الزمن ده يبقى الازمنة اللي هي كونتينيوس اللي هي المستمرة. لو في زمان مستمر لو بيكون من ام او از او ار وفيرب اي ان جي او واز اوير وفيرب اي ان جي سواء بريزنت كونتينوس او بوست كونتينوس ايا كان ايا كان اما اجي احذفها بس في استمرار هختبركم الاول تختبرنا الاول ده فهمنا الاول يعني هنا هنا ذا بيشنت هو از اكزامند بلاش تختبرنا عشان حاضر. قدامنا خمس دقايق في الحالات حاضر. الصعبة تمام is being examined being examined هربت اهو شنو اشرح ما
examined now is 19 years old. Now. The patient who is examined is being examined. Being examined. Examined now is 90 years old. البيشنت اللي هو at this moment اللي في اللحظه دي اللحظه ديت is being examined عنده 90 سنه عنده 90 سنه ماشي عريس السماء ماشي ها عريس السماء احذفوها ذا بيشنت ها هو is examined لو كان دي هو is being examined كانت تبقى صح 100% تمام في ناو بس في ناو دي ما ينفعش being examined خلاص اوكي تمام is being examined طب وإز لا 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 صح being examined ولا being examined being examined الله عليك انا اللي نبهتك انا اللي نبهتك تمام يبقى انا حذفت فيرب تقول هو إز بس ست being عشان احافظ على زمن الجمله انه اذا انا فاهمه لما قلت يا باشا انت فاهمه كل لا انا عايزه اتاكد أيوة. ان انا لسه لا ما هو لا ما هو ما تمام ما هو دي حاجات لازم عايز الطالب برضه يعني يكون الحمد لله ان احنا خلصنا بصراحه يعني يبقى هنا هو إز examined ناقص being تمام is being examined yeah في إز ما ينفعش being examined هي الإجابة الصح يبقى في عايزين حاجة سريعة بقى على الـ past continuous عشان ما قلناش عليها عشان هجيب past continuous أنا بس كنت دي ملحوظة الطالب بيقع فيها شوية we have 5 minutes انتوا حظكم بصوا يا جماعة هنجيب أمثلة على الـ past continuous ماشي become was أو وير فيرب أو إن جي ده الكلام ده في الأكتف في الباسف هيبقى في أوبجكت بعد كده فيرب تو بي اللي هيبقى ووز أو وير بلس بينج بقى بلس بي بي إكزامبل مستر أحمد فون دي مي while dinner هما بيتعشوا عنده صبحي cooked was cooked was being cooked being cooked مستر احمد فندي بيتصل بيا وايل دينر بينما الدينر كوكد واز كوكد واز بين كوكد واز بين كوكد بين كوكد طبعا الجمله في الباسيف الجمله في الباسيف الجمله في الكونتينرز كل الازمات دي تاخد في يونت 1 يعني طب مش هنقف كتير ولازم احترم وايل طبعا لازم احترم وايل ده احترام كبير قوي تمام هو الدينر هيطبخ نفسه لا طبعا بيتم طهيه كان يطهى تمام مستر احمد فوند مي وايل دينر كوكد مستبعد طبعا تمام ووز كوكد ناقصه بينج ووز بينج كوكد هي ذا كوركت انسر تمام بينج كوكد ناقصه ووز ناقصه ده باتس كونتينوس تريا كده تمام الله ينور يا مستر واحده كمان لو عندي جمله فيها الليت بقى ايوه وعايز احولها من اكتف بس ليت له خصوصيات تشوفوا طبعا ليت اما اجي احوله من اكتف الباسف بحوله allowed يعني انا بحول ليت الى allowed بي allowed وتو كمان يعني كده مبدئيا الفعل اصلا ليت بياخد اوبجكت بعديه انفينيتيف allow اوبجكت بلس 2 بلس انفينيتيف لكن زير از نو ديفرنس ان مفيش فرق في المعنى خالص ده في الاكتف يعني ليت اوبجكت انفينيتيف الاو اوبجكت انفينيتيف في الباسيف بقى بيختلف انا كده بحول ليت الى الاو هاو ذا توب بنانا ليت allowed me
ليف ذا اوفيس. اليوم الاكتف ولا باسف؟ ذا توب بنانا ليت الاود مي ليف ذا اوفيس. هنا بعدها اوبجكت. تمام، يبقى الجمله اكتف. اه اكتف يبقى ليت. تمام، هو اللي هيحدد هنا هل في تو ولا فيش تو؟ هي الاود مي تو. الاود مي تو ليف. مظبوط. ليت مي ليف. مظبوط. تمام، يبقى ذا توب بنانا ليت مي ليف ذا اوفيس. مظبوط. دي جمله اكتف. فهنا ليت مي ليف، لكن اي كان سي ذا توب بنانا الاود مي تو ليف ذا اوفيس. دي جمله اكتف، لو هعملها باسيف. اي واز ليت I was allowed I let I was allowed to leave the office. أنا ذا توب بنانا قلنا let me leave the office. But I say when I say I was let تقيلة قوي. I was let تقيلة تقلشي. تمام. I was allowed I was allowed I was let I let I was allowed to leave the office. I was allowed to leave the office. تمام، يعني I was let دي غلط خاص في الانجلش، ما تنفعش خالص. I was allowed ناقصة تو. ناقصة تو. let مش تنفع خالص. دي جملة باسيف. I was allowed to leave the office by ذا توب بنانا. اوكي. اتفضل يا مستر، بقى تعبناك جدا النهارده، اتفضل ارتاح شويه. وات از ليجو في توب بنانا؟ قول لنا معناها عشان توب بنانا ذا تشيرمان. البوس الرئيس يعني. تمام. كبير القاعده. المدير. تمام. مش موزه كبيره. تمام. لا مش موزه كبيره طبعا. انت بتختم الحلقه بالموزه. هو كان لسه فاضل حاجات بصراحه. اوكي. هي الحلقات معاك ممتعه بطريقه غير عاديه، والوقت بيجري واحنا مستمتعين ومتعلمين ومثقفين على ايد حضرتك. انهي مع اولادك. ربنا يخليك يا مستر الدكتور فاتن. انهي مع اولادك. اتمنى طبعا تكونوا استفدتوا اعزائي الطلاب، كان نفسي اقول اكتر من كده لكن الوقت الحلقه ضيق شويه، لكن ان شاء الله نوعدكم في الريفيجن. ان شاء الله املوك في الريفيجن، هتعجبكم جدا جدا جدا، فيها تنوع من الاسئله رهيب جدا، فيها شرح بالتفصيل ان شاء الله. وطبعا كتاب مدرس على الهوا هيبقى فيه كل التفاصيل دي. كتاب مدرس على الهوا طبعا ده يعني صفوه مدرسين لغه انجليزيه في مصر مشتركين فيه، بما فيهم العبد الله يعني حضرتك. ان شاء الله في فرايتي من الاسئله مش طريقه بطريقه مش طبيعيه. جميل، افكار بقى متدرجه تحت لفوق، كل ما يدور في امتحانات، خبره 40 سنه تدريس يعني. ده بالنسبه لي النهارده بنقول لكل طلبه وطلبات الصف الثالث الثانوي، انتظروا مدرس على الهوا مع سبق كبير ومنظم من المدرسين. ان شاء الله. هيعملوا ايه بالنسبه للكتاب؟ اه طبعا. انت مش عايز تقول ليه؟ بنحضر الكتاب دلوقتي، هيبقى قريبا ان شاء الله في الاسواق بالنسبه للمدرسين اللي هم مشاركين في الماده العلميه، وهيبقى متاح بالنسبه لكل المدرسين على مستوى الجمهوريه. الكتاب يعتبر فيه كم من الاسئله والامتحانات اللي مغطيه، عملها كفرنج لكل البوينتس اللي موجوده في المنهج، وحاجه فعلا يعني يعتبر صفوه المدرسين اللي معانا عاملينها، يعني هتبقى حاجه فخر بالنسبه للغه الانجليزيه يعني. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. مشهور بكلام اصلا ان شاء الله. دمتم بخير اهل مصر، واستنونا وما تروحوش في اي حته الحلقه الجايه ودرس جديد بعد شويه.